أهلا بكم إلى هذه التغطية التي نتابع فيها وقائع الجلسة 12 لمجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية بعد 8 أشهر من الشغور الرئاسي. اسمان يبرزان اليوم كمرشحين للرئاسة، الوزير السابق سليمان الفرنجي والوزير السابق جهاد أزعور. ما لم تحدث مفاجأة اليوم فإنه من المرتقب أن تؤدي الجلسة إلى عدم انتخاب رئيس للبنان بسبب عدم امتلاك أي من الفريقين الداعمين لفرنجي وأزعور العدد الكافي من الأصوات، كل لإيصال مرشحه، وبذلك من المرتقب ترحيل الانتخابات إلى جلسة لاحقة تسبقها مفاوضات سياسية، وربما يبقى الفراغ الرئاسي لفترة. من الواضح حتى اليوم تعذر التوافق الداخلي على اسم لانتخابه رئيسا وتعذر الانتخاب بالتصويت، وفي قلب ذلك كله يبرز العنصر الخارجي، حيث يحضر لبنان في المشاورات السعودية الفرنسية المرتقبة، ويبرز أيضا التلويح الأمريكي بضرورة انتخاب رئيس سريعا لتلبية شروط خطة صندوق النقد الدولي من أجل خطة التعافي الاقتصادي في لبنان. هذه العناوين وغيرها سنناقشها اليوم مع ضيفينا هنا في الاستوديو، الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بيرم، مرحبا بك أستاذ إبراهيم، وأيضا الكاتب والباحث السياسي ميشيل أبو نجم، مرحبا بك أستاذ ميشيل. وطبعا من خلال هذه التغطية سيكون معنا أيضا من مجلس النواب مراسلنا عباس صباغ للاطلاع منه أكثر على آخر التطورات في الجلسة. لكن نبدأ معك أستاذ إبراهيم حتى يتسنى لنا الانتقال إلى عباس في مجلس النواب. يعني من خلال ما اطلعنا عليه اليوم من قراءات الصحف اللبنانية، يبدو أن الجلسة لن تكون جلسة انتخاب لرئيس، إنما هي جلسة لاستعراض الأوراق التفاوضية على ما يبدو. نستطلع منك أكثر أجواء هذه الجلسة. يعني ثلاث شغلات طلعنا نقول استعراض مرحلة ما بعد الجلسة 12. الشغلة الثانية هي الأرقام والبوانتاجات العضلات، يعني المواقع السياسية. لا، في جلسة استثنائية لا تشبه يعني سالفاتها ال 11. في مرشحين قويين جديين، مش مثل المرشح السابق يعني كان لوحده عم يلعب هو الورقة البيضاء. لا، هالمرة في دخول قوى سياسية جديدة على الخط، في تقاطع سموه تقاطع، في ائتلاف سياسي جديد وراء أزعور. هلا هل يدوم هذا الائتلاف؟ هاي الجلسة بتبين إذا فعلا يعني له مستقبل هذا الائتلاف، لانه مبين وكانه ائتلاف اني يعني مصلحي لهذه الجلسه، في حكي من هذا القبيل. الشغله الثانيه انه يبنى على هذه الجلسه فيما بعد، يعني اذا قدروا الازعوريين يعني اللي هن وراء ازعور يجيبوا 65 نائب مثل ما عم بيحاولوا يصوروا، يعني حسب وانتجات. ايضا يدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الجلسه لافتتاحها واعلان بدء التصويت على يعني انتخاب الرئيس. اذا قدروا مثل ما قلنا يجيبوا 65 كما يحلمون او كما يعني يتحدثون، فهذا يعني يعتبروه فوز يعني غير قابل للتنفيذ، لكنه فوز عم يبنوا عليه من هلا. صحيح. بالمقابل الفريق الاخر، نعني يعني الثنائي ومن ولاهم بالسياسي، ايضا عم بيحاولوا يرفعوا يعني العديد الاصوات اللي ممكن تصوت لسليمان الفرنجي، علما انه الفرنجي للمره الاولى يعني يدخل اسمه الى صندوقه الاقتراع، قبل مره كما هو معلوم ما دخل اسمه، لذلك عم نقول هذه الجلسه نوعيه ويعني يبنى عليها. طيب استاذ ميشيل، يعني ريثما تنطلق هذه الجلسه بعد دقيقه الصمت التي وقف فيها الان النواب بطلب من رئيس هذه الجلسه، يعني اليوم هل هذه الجلسه هي نوع من او شكل من اشكال التمهيد لتفاوض اخر على ليس فقط اسم الرئيس المقبل انما على كل مكامن وملامح العهد المقبل بتشكيلاته الامنيه بحاكميه مصرف لبنان قائد الجيش والى ما هنالك حتى الحكومه ومواصفاتها؟ هي لا شك ان هذه الجلسه تشكل معبرا الى مرحله جديده، يعني بعد الستاتيكو الذي دام نتيجه الجلسات السابقه وما كان يعرف بمرشح المواجهه ميشيل معوض في مقابل المرشح سليمان الفرنجية، ومن ثم الانقطاع عن عقد جلسات الانتخاب الرئيس، حصلت تحولات سياسية، حصل تفاوض، حصل نعم تقاطع على اسم مرشح في مقابل المرشح سليمان الفرنجية، وبالتالي هذه الجلسة ستشكل بتوازناتها وبنقاطها محطة ينتقل فيها المشهد السياسي في لبنان إلى محطة أخرى يؤمل منه أن تتحرك عملية التفاوض وعملية البحث
في أسماء قد تشكل توافقا أو مساحة مشتركة بين جميع اللبنانيين، لكن كل ذلك سيبنى على نتيجة اليوم، على نتيجة الحشد الذي حصل في الأيام الماضية من كل معسكر. ونحن نعلم أنه في ظل التوازنات الحالية هناك مساحة من النواب الرماديين إذا صح التعبير، يعني نواب مستقلين، نواب يعني حائرون، لا يزالون مترددين، وبالتالي حصل نوع من الاستقطاب من كلي الفريقين اللذين يدعمان سواء جهاد أزعور أو سواء سليمان فرنجية. ومما لا شك فيه ان ونتيجه يعني الدروس المستفاده من عهد الرئيس ميشيل عون وما حصل معه، انه ليست القصه فقط قصه رئيس جمهوريه، خاصه في ظل هذا النظام السياسي الذي دائما يشهد ازمات تعطل وازمات شلل، وبالتالي لابد من البحث في اسم رئيس الحكومه، في شكل الحكومه، في توازنات الحكوميه، والاهم خارطه الطريق لمعالجه الازمه الماليه والاقتصاديه المستحكمه. يعني نقطتين اساسيتين تم الحديث عنهما في هذا الشيء، انه ممنوع أن يكون هناك حكومة بثلث معطل، وهناك ضغط أمريكي من باربرا ليف آخر اتصال بنبيه بري، لأنه يجب أن يكون هناك انتخاب لرئيس الجمهورية وتسريع شن يعني التشريعات للقبول بشروط خطة صندوق النقد الدولي. يعني الضغط الأمريكي هو لمنع السلة اللي عم تحكي عنها، طرحت بفترة من الفترات أنه نحكي برئيس الجمهورية، قائد الجيش، حاكم مصرف لبنان، رئيس الحكومة. هذا أعتقد أنه يعني طرح من فريق الفرنجية. الفريق الآخر يعارض بالمطلق هذه الفكرة، تحديدا الأمريكان يعني وبعض القوى المسيحية، القوات اللبنانية، الكتائب، يعني يريدون فقط الحديث عن رئيس جمهورية بأجل الحديث عن كل هذه النقاط المهمة، يعني اللي خارطة الطريق كما اعتبرتها حضرتك. سنتابع جانب من هذه الوقائع لهذه الجلسة التي تأتينا مباشرة من داخل قاعة مجلس النواب في بيروت. راح من اكثر من 147 يوم نجاة صليبة وانا قررنا انه نبقى بالمجلس، توزيع الاوراق وما تركنا هالقاعة. خلص يا مرحم، خلص من بعد ما قررنا، خلص يا مرحم، بعد زملائنا. لا دكتور الرئيس، الفراغ صار عنوان، ممنوع مناقشة اي امر اليوم. مزبوط، انا بس ممنوع مناقشة اي امر، بطلب من رئاستك شغله، ممنوع مناقشة اي امر. شرف ارتاح، شرف ارتاح. لا بس بدي كمل دكتور الرئيس، بعد 5 اشهر شرف ارتاح، العنوان صار للفراغ. وصار بعد 5 اشهر تحلل الدولة، تاركين اهلنا وشعبنا من دون دواء ومن دون مدرسة ومن دون افق، كرمال مشاريع سلطة عم ندمر الوطن. أولادنا تركوا البلد، طاقات بلادنا صارت مشاريع سفر. نحن كأنه الوطن مش لألنا، أو الشعب مش أهلنا، مش عم بسمعك، ولا النيابة مسؤولية. دولة الرئيس، الناس تعبت منا، الناس تعبت من ألاعيبنا. عم بطلب من خلالك، من شخصك، ومن دولتك أن لا نغادر اليوم هذه القاعة حتى تحقيق انتخاب رئيس للدولة بجلسة مفتوحة بدورات متتالية تبعا للدستور. وشكرا حضرة الرئيس لإتمامك. دولة الرئيس، قديش عدد النواب الموجودين بالقاعة؟ لحظة، بار شوي، بار شوي. إذن يجري الآن توزيع الأوراق تصويت في هذه الجلسة الأولى على انتخاب رئيس، والاسمين المتداولين كما بات معروفا السيدين سليمان الفرنجي وجهاد أزعور. لعله أستاذ ميشيل، يعني هذه الجولة الأولى التصويتية تحمل بعض المفاهيم التشريعية وحتى الدستورية داخل المجلس النيابي لآلية الانتخاب، لو تطلعنا أكثر على ما هو مطلوب في هذه الجلسة لإيصال رئيس للجمهورية، عدد الحضور من عدد المصوتين، ليفهم المشاهد أكثر طبيعة هذه العملية بجولتها الأولى قبل أن ننتقل، في حال انتقلنا إلى جولة ثانية. يعني من المعلوم أنه في الدورة الأولى لابد من الحصول على 86، يعني على الثلثين، لكي تعبر الى الدوره الثانيه. وفي الدوره الثانيه بالاكثريه المطلقه التي هي 65 صوت. ولكن انا اريد ان اشدد انه لا يجوز اللعب باي شكل من الاشكال
بمسألة النصاب وبمسألة الحضور، لأنه في السابق حصلت وخاصة في العام 2007 بعد الفراغ الذي حصل، يعني تلويح آنذاك من فريق 14 أدار بتغيير هذه المعادلات وباجتهادات دستورية، ومن وقف آنذاك في وجه هذا المشروع على رغم الخلاف السياسي هو البطريرك الراحل مرنا صلى بطرس الصفيدي، لأن هذه الأمور هي تكوينية وميثاقية في أساس الغيابات في جلسة اليوم 128 الحضور الغياب فبالتالي يعني هناك أساسيات لا يمكن اللعب فيها. ولكن إذا أردنا الانتقال إلى الدلالات السياسية، الاتصال الذي حصل الأمس من المسؤولة الأمريكية نولان بالرئيس نبيه بري عن أن يكون هناك جلسات مفتوحة وعدم تعطيل النصاب، هذا مؤشر إلى دلالات التدخل الخارجي في هذه الانتخابات الرئاسية وإلى الموقف الأمريكي الضاغط في هذا الموضوع. أنا أود أن أشير إلى نقطة فيما خص الفريق المتقاطع حول جهاد أزعور، وإذا كان لا يريد سلة أم لا يريد سلة. أنا يعني أريد أن أشير إلى موقف التيار الوطني الحر الذي سبق وأصدر في بدايات الحراك الرئاسي بعد ولاية الرئيس ميشيل عون مسألة الأولويات الرئاسية أو خارطة الطريق التي يجب أن يبنى عليها الحوار اللبناني من أجل معالجة الملفات السياسية والمالية والاقتصادية. يعني هناك تمايز، هذا التقاطع لا يعني أن هناك تحالفا، هو يعني اتفاقا على هذا الاسم في هذه المرحلة، ولكن يبقى الأهم أن يبحث اللبنانيون في مصير هذا النظام وفي خارطة العهد الجديد أو الولاية الجديدة. اليوم إذا تقاطعتم مع باقي المكونات التي اتفقتم معها على اسم أزعور لهذه المرحلة، الخطوة التالية ماذا؟ الخطوة التالية متوقفة على موقف جميع الأفرقاء. يعني لا شك أن هذا التقاطع هو مؤشر إلى المرحلة المقبلة، لأنه استطعت أن تبني هذا الاتفاق ولو المحدود على اسم معين. يبقى السؤال، هل تتحرك ثنائية أمل حزب الله في اتجاه موقف آخر أو في اتجاه رؤية أخرى للمسار الرئاسي؟ لا يعني التقاطع اليوم على اسم جهاد أزعور أن هناك ثباتا لدى أحد، يعني يمكن أن تغير رأيك بحسب المواقف، بحسب الثوابت التي تريدها، بحسب هذا التحرك. وأنا أعتقد أنه مما لا شك فيه أن هذه الجلسة سوف تكون مفصلية وسوف ترمي حجرا في البركة الرئاسية الراكدة، وبالتالي البحث في أفاق جديدة، لأنه إذا وصلنا إلى ستاتيكو جديد لا يكون ترشيح أزعور قد أدى نتيجة معينة. سنتابع أيضا عملية التصويت التي تجري حاليا باستدعاء النواب كل على حدة بأسمائهم للتصويت على واقتراع لأحد المرشحين، إما سليمان الفرنجي أو جهاد أزعور، في هذه الجلسة الأولى من جلستي الانتخاب المتقبلتين اليوم. بطبيعة الحال يمكن لأي نائب أن يقترع بورقة بيضاء أو يقترع باسم من آخر من خارج سياق المتنافسين البارزين المعلنين، ينضاف اسم جديد يعني أو شعار ترميز لاسم جديد لعله يكون رمز للمرحلة الثالثة من أو الفيز الثالث من الحركة التي نشهدها بعد 11 جلسات أو 11 جلسة باسم ميشيل معوض، هذه جلسة باسم المنافسين الحقيقيين اليوم، ولربما تؤدي إلى الانتقال إلى مرحلة صادق أو شكل ثالث من أشكال المنافسة على موقع الرئاسة بطبيعة الحال. يعني إبراهيم كنعان، أجوب بقرة دنيا، أكرم شيب، في ضغط كبيرة، ألا عون، ليسبو صعب، ليس حنكش، بلال عبد الله، بيير بوعاصي، تيمور جنبلاط، جورج عدوان، حليمة قعقور، طائر
رائد برو. راجي السعد. رازي الحج. زياد حواط. سامي جميل. سليم الصايغ. سيزار أبي خليل. سيمون أبي رمية. شوق الدكاش. علي عمار. إذن وفيما تتتالى عملية الاقتراع من قبل النواب بحسب الأسماء التي يتلوها أمانة سر مجلس النواب، يعني لعله أستاذ إبراهيم اليوم هناك موقفين متبينين من الفريقين المتنافسين على المرشحين إسلامين فرنجي وجهاد أزعور. فريق الداعم أو المتقاطع على اسم جهاد أزعور ما بين التيار الوطني الحر، الكتائب، القوات، بعض الأسماء من القوى التغييرية، يقال أنه لا تتقاطع سوى على مصلحة هذه المنطقة ولا رؤية مستقبلية أو لا برنامج سياسي واضح لها فتتقاطع حتى هذه المرحلة، ويقابلها فريق الثنائي الشيعي وحلفائهما أنه معاندين أو مكابرين على اسم سليمان فرنجي فقط باعتبار أنه حافظ لظهر المقاومة ويحفظ البيان الوزارة والبيان الوزاري وما مستتبعاته بشكل عام، من دون أيضا أن يقدم إلى اللبنانيين برنامج اقتصادي إصلاحي يطمئن الفريق الآخر. إلى ما يستند كل من الفريقين في بلورة صورة مرشح؟ يعني منطق الثنائي الشيعي هو الأوضح، أنه نحن نريد رئيسا يحمي المقاومة و يعني لا نريد أي مرشح آخر. الفريق الآخر عنده ثلاث مرشحين يعني مخفيين، في واحد يعني معلن اللي هو جهاد أزعور، في آخر قائد الجيش، وفي يعني بالآونة الأخيرة بالساعات القليلة الماضية برز اسم زياد بارود. صحيح. عملية الضم والفرز اللي شاهدناها قبل فترة أنا أعتقد أنها عملية يعني قصرية أجبرت كل الأفرقاء عليها بشكل كل واحد بيحقق مصلحته فيها، كل فريق يعني بعد منا بيحسب. يعني التيار الوطني الحر مثل فضل وقال الزميل هوني أنه ميشيل عفوا فبعد منا كلام آخر، وهذا الكلام امبارح يعني ألمح إليه رئيس التيار الأستاذ جبران باسيل أنه خلينا نشوف هالجلسة وبعدين بنشوف الأمور لوين بتوصل. الفريق الآخر أيضا حزب التقدم الاشتراكي يعني بالآونة الأخيرة بعت رسائل وكأنه أنه هذا الثبات يعني هذا الموقف مش ثابت، أنه ممكن نرجع نحكي من جديد بالكلام عن حد عن علاقة الرئيس بري برئيس الحزب التقدم صحيح. الاشتراكي السابق الأستاذ وليد بجبلاط. فنحن عم نقول مثل ما بلشنا أنه زميل الأستاذ ميشيل أنه هاي جلسة استكشافية إجت بعد ثلاث شغلات، بعد ضغوط يعني سياسية مكثفة توجتها الإدارة الأمريكية بالكلام اللي تفضلت وحكيت عنه بالاتصال من الخارجية الأمريكية. صح. تعرفش موظف قديش حجمها مساعدة أو مساعدة الإدارة الأمريكية حدثت عن يعني سربت الإدارة الأمريكية أنه وكأنه ممنوع تطلع من الجلسة إلا تنتخبوا رئيس، ولعله هذا ما يفسر وصفه الأستاذ ميشيل أنه في تدخل بالموضوع، يعني في تدخل أمريكي بالانتخابات اللبنانية مش صحيح. هذا الشغلة الثانية هي مثل ما قلنا يعني إعادة جمع قوى كانت إلى حد بعيد متنافرة ومتناقضة وفي تاريخ طويل من الصراع بين بعض البعض. الشغلة الثالثة أنه في مرشح يعني كان إلى حد بعيد مستبعد جهاد أزعور بفترة من الفترات، هو قال يا عمي أنا لن أكون مرشح تحدي، إذا ما كنت وفاقي ما رح أتصدر لهي المهمة. فجأة لقينا مرشح ومصمم على الترشيح، لا مرشح تحدي رغم البيان اللي طلعه. فنحن عم نقول انه هاي المعركه تصوري انا الشخصي وتحليل انه هاي بلشت مش من هلا، هاي اللي عم تشوفه هذا المشهد بلش من 17 تشرين من الحراك اللي صار بالشارع، تسلسل يعني شيطنه العهد، الهجوم على التيار الوطني الحر، الهجوم على حزب الله والثنائي المشيني اللي علقت، انتهت الى هذه النتيجه.
إلى أنه سيطرنا على مجلس النواب. الآن الصراع هو في حدا بيقول أو يعتقد أو يقيم على اعتقاد أنه أنا بإيدي الآن الأكثرية النيابية، في بدي يجيب الرئيس. عبد الكريم الفريق كبار. الآخر اللي هو الثنائي عم بيدافع، يعني هو في موقع دفاع، هو معه 47 نائب الأكيدين اللي حاططهم بالجيب، يعني مثل عندك رصيد، وهو عم يتصرف فيهم. هذا نصاب تعطيلي مش نصاب جيب رئيس. هذا هو الحد. صحيح صحيح. نعم فادي كرم. طيب اللي سننتقل إلى الزميل عباس الصباغ مراسلنا من مجلس النواب. مرحبا بك عباس. إذن انطلقت منذ بعض الوقت وقع هذه الجلسة، لو تضعنا في صورة مجرياتها، يجري الآن التصويت من قبل النواب، كل بحسب الإدلاء باسمه يتوجه إلى الصندوق للاقتراع. نعم محمد، تحية لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الميادين الكرام. بطبيعة الحال يعني يستمر الآن الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية. الجلسة بدأت بحضور 124 نائبا، وهو الرقم الأعلى منذ بدء دورات الانتخاب بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون في 29 من أيلول سبتمبر الفات. وبالتالي هذا يعني بأن الحشد هو في أقصى، يعني نظرا لعدد النواب الكبير وللانقسام الحاد بين الكتل النيابية. عبرت كل كتلة عن توجهاتها، وبات شبه محسوم بأن أحدا من المرشحين لن يحصل على 65 صوتا بحسب التقاطعات وبحسب عدد الأصوات وبحسب ما سمعناه من مختلف ممثلي الكتل البرلمانية. السيناريو المرتقب بطبيعة الحال هو تطيير النصاب في الدورة الثانية من الجلسة الانتخابية، وبالتالي الانتظار إلى موعد جديد للجلسة 13. يعني كل النواب الذين استصرحناهم قبل الجلسة باتت مواقفهم معلنة. التيار الوطني الحر سيصوت لجهاد أزعور. سألنا بعض النواب ما إذا كانوا سيخالفون رأي التيار، لم تكن هناك إجابة، لأن كان هناك حديث عن بعض النواب الذين لن يقترعوا لجهاد أزعور من التيار الوطني الحر. كتلة القوات اللبنانية ستصوت لجهاد أزعور. كتلة التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والتكتل الوطني والتوافق الوطني سيصوتون لسليمان إفرنجي مع بعض المستقلين. يعني نواب التغيير يعني كانوا يبررون مواقفهم بأنهم عادوا والتزموا بمرشح بين مزدوجين من السلطة، علما بأن كل شعاراتهم وحملات الانتخابية كانت ضد السلطة. ويعني معروف في لبنان شعار كلهم يعني في إشارة إلى جميع الذين شاركوا في هذه السلطة. بطبيعة الحال يعني هذه هي مجريات الجلسة حتى اللحظة. طبعا سيبدأ فرز الأصوات بعد قليل، ومن ثم ننتظر إذا كان النصاب سيبقى متوفرا، أي إذا سيبقى هناك 86 نائبا داخل القاعة العامة للبرلمان اللبناني، أم أن العدد سيكون أقل من 80 نائبا، وبالتالي ترفع الجلسة ولا تبقى جلسات البرلمان مفتوحة كما يعني تطالب أكثر من عاصمة غربية. لأن إبقاء جلسات المجلس مفتوحة هذا يعني نزع حق التشريع من مجلس النواب، وهذا لم يحصل في تاريخ لبنان. وبالتالي يعني لن تكون هناك جلسات مفتوحة، إنما سيكون هناك تحديد لموعد الجلسة. لا نعرف إذا كان في نهاية هذه الجلسة أم بحسب المشاورات والدعوات للحوار، وما إذا كان هناك فعلا ستلبي الكتل دعوات الحوار وبالتالي الاتفاق على مرشح للرئاسة من المرشحين المعروفين أم من المرشحين غير المعلنين. سنكون معك في جولة جديدة عباس مع انتهاء هذه الجولة التصويتية الأولى. يعني أستاذ ميشيل، اليوم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد اجتماع التكتل بالأمس يقول إرادتنا هي ألا نكسر التفاهم مع حزب الله ولا رئيس سوى بالتوافق، بعد سلسلة المواقف من قبل بعض نواب حزب الله والجو الذي تابعناه في الإعلام ومنصات التواصل. ما الذي يمكن قوله في هذا الشأن؟ نعم، مما لا شك فيه صحيح الاختلاف كبير اليوم بين التيار الوطني الحر وحزب الله حول مواضيع داخلية، وحول استجد أيضا موضوع رئاسة الجمهورية وما يعتبره التيار يعني اهتزازا في نظرة حزب الله إلى الشراكة والميثاقية. لكن في المقابل هذه العلاقة التي بنيت على أسس صلبة بين التيار الوطني الحر وحزب الله، وهذا التفاهم الذي حصل بين قوتين مختلفتين عقائديا إيديولوجيا سياسيا، واستطعت أن تخرق لأول مرة في تاريخ لبنان جدار الاستفافات الطائفية والسياسية الحقيقية، هذا يترك أثرا عداك عن المصالح السياسية التي تبقى في مرتبة ثانية. ثانيا، هناك تحول أبرزه موقف التيار الوطني الحر وهو صادق فيه، ولم يعتد التيار أن يصدر مواقف ليس مقتنعا فيها. لجهة
مسألة كانت تعتبر خاصة في البيئة المسيحية هي مسألة قوة لبنان في ضعفه. لا، هناك إيمان بأن قوة لبنان في قوته العسكرية وأن يكون هناك قوة تحميه من الاعتداءات الإسرائيلية. هذا لا جدال فيه، حتى لو كان ذلك ضمن استراتيجية دفاعية وحوار وطني بطبيعة الحال. هناك ثوابت وطنية لا يتخلى عنها التيار الوطني الحر. وأيضا في العلاقة بين التيار والحزب هناك اختلاف اليوم، لكن شاب هذه العلاقة أو ميزها الكثير من الصدقية والكثير من الصلابة في مراحل سابقة، وبالتالي لا يمكن التيار الوطني الحر أن يتناسى هذا الموضوع. ثالثا، هناك مسألة أن التيار الوطني الحر يؤمن بالشراكة بين كل المكونات وكل القوى السياسية الممثلة في النظام اللبناني، ومن أطلق نظرية مواجهة العزل في 2006 أو في نهايات 2005 عندما بدأت الإشكالات في مجلس الوزراء بين الوزراء أمل وحزب الله مع حكومة السنيورة آنذاك، كان العماد ميشيل عون في تلك الفترة الذي ذكر بنظرية عزل الكتائب في بدايات الحرب، والتي ساهمت في تسعير أو في الانزلاق نحو الحرب في لبنان. هذه الثوابت هي ركائز صلبة وركائز ثابتة، وبالتالي من هنا يمكن القول أن التيار الوطني الحر هناك اختلاف واضح، هناك حاجة لمزيد من الحوار أو إعادة النظر مع حزب الله في مقاربات كثيرة وفي موضوع التفاهم، لكن في ذات الوقت لا يمكن أن تكون العلاقة تصادمية أو هذا النوع من العلاقات التي ميزت العلاقات بين المنظومة السابقة منظومة التسعينات فيما بينها وبينها وبين حزب الله على ما حصل في التحالف الرباعي ومن ثم الانقلاب وما إلى هنالك. لا يتصرف التيار الوطني الحر بهذه الطريقة. نعم، هناك خلافات حول مسألة بناء الدولة، كيف نعالج الأزمات المالية والاقتصادية، لكن في ذات الوقت هناك مخارج أو هناك نقاط يمكن التحاور حولها. لا شك أن هناك بعض الأجواء على وسائل التواصل الاجتماعي بين جمهوري الفريقين أو جزء من هذين الجمهورين، هناك صدام، هناك مرات تنافر، لكن أنا أعتقد أنه في النهاية هذا لا يفسد في الود قضية، لأنه ومؤشر خطاب الوزير بسيل بالأمس كان واضحا في هذا الاتجاه. لكن هناك انزعاج عبر عنه الوزير جبران باسيل وأدى إلى موقف من الرئيس ميشيل عون، هو حول بعض المقالات أو حول بعض الأجواء التي صدرت في بعض الإعلام الذي يعتبر أنه مؤيد لحزب الله تحديدا، أنه فيه نفحة من التخوين والتشبيه بين جبران باسيل وشخصيات أخرى غدرت بحزب الله في فترات سابقة. وبالتالي أنا أعتقد أنه رغم هذا الأمر الصراحة مطلوبة، عندما تكون صريحا مع أي قوة سياسية في لبنان هذا أمر جيد، على خلاف الكذب وكل الأمور السيئة التي تشوب العلاقات السياسية التقليدية في لبنان. نتابع الآن عملية فرز الأصوات التي بدأت بعد جولة الانتخاب الأولى لهذا اليوم. يجري الآن فرز هذه الأصوات كما نتابع مشاهدينا الكرام. صف العشرات هون. طيب استاذ ابراهيم، يعني ونحن نراقب عمليه عد الاسماء وتاليا فرزة لنطلع سويه على نتائج هذه الجوله بما ستحمله من ارقام، لانه طبقا للارقام صحيح التي ستفرزها سيكون هناك خراء ايضا. اليوم هل يمكن القول انه في ظل الاجواء الايجابيه اقليميا اللبنانيون اليوم بكافه اطيافهم لم يتلقوا او يتلقفوا هذه الاجواء الايجابيه وليستفيدوا منها، ام ان ما نشهدها اليوم هو تاسيس على مدى اطول او طوال فتره العهد المقبله لست سنوات مقبله لهذه الاسس التي ارستها القوى الاقليميه ليتم ترجمتها في الساحه اللبنانيه؟ يعني هو هذا موضوع نقاش، انه يعني هل يترك للبنان بكل قواه والوان الطيف السياسي انه ينتخب إذا بدك من حوالي شهر تقريبا كان في يعني بالوسط الثنائي مناخ بيقول إنه نحن الآن نقترب من تحقيق يعني انتخاب لفرنجية لثلاث اعتبارات. أولا الموقف السعودي اللي برز من خلال كلام السفير السعودي إنه بعد مجيئه من الرياض، إنه أنا لا أزكي أحدا ولا أضع فيتو على أحد. اثنين الموقف الفرنسي اللي كان واضح وداعم كثير لفرنجية. الموقف الثالث يعني او النقطه الثالثه انه يعني الاجواء الدوليه كلها كانت وكانه او الولايات المتحده الامريكيه كانت وكانه تارك الامر، بمعنى في حياد امريكي
فجأة يعني من خارج كل هذه السياقات تتغير المواقف، بيصير في ائتلاف، وأنا أعتقد أنه ائتلاف قصري وآني كما قلنا سابقا يجبر يعني كثير من القوى، حتى القوى اللي كانت تغييرية واللي قامت مثل ما قال الأستاذ ميشيل على شعار أنه ضد العهد، ضد المنظومة، ضد بما فيها. الآن في محاولة لتبييض صفحة حتى السنيورة، حتى جهاد أزعور، وهذا من الإبراء المستحيل وإلى آخره. فجأة كل هذا تبدد لحتى ينقال أنه الأمريكيين الآن قرار بإيقاف كل يعني مسار إيجابي، وبالتالي إبقاء البلد بحال الشغور كما هو الآن، لا ونقله باتجاه المزيد من التناقض الداخلي. يعني الآن انفتح مثل ما أشار كمان الأستاذ ميشيل نوع من السجال ما كان مفتوح بالسابق، يعني أو احتدم هذا السجال على الأقل بين التيار الوطني الحر وحزب الله، كان في نوع من هيك التوافق الدافئ والهادئ. الأمور الآن تتجه نحو الاحتدام، ممنوع الآن على ما أعتقد انتخاب رئيس، ممنوع على الأقل الإتيان برئيس يعني يوالي الثنائي اللي هو مرشح الثنائي نعني في سليمان الفرنجية. ونحن نخشى فعلا بالآونة الأخيرة طلع كلام أنه هل نعود إلى مرحلة شبيهة بسبعة أيار، انتشرت هذه القصة، هل نعود إلى مرحلة القمصان السود؟ طب إذن أي دور يأتي به جون إيف لدريام والمفاد الفرنسي؟ يعني الفرنسيين والسعوديين عندما دخلت أمريكا على الخط انكفوا، يعني تراجعوا، غاب السفير السعودي، غابوا الفرنسيين. الآن متروك القصة للجو الأمريكي، بدوا يبنوا الأمريكان على هذه النتيجة اللي هلا بدك تشوفها اليوم. حتى من الزيارات بعد الانتخاب، بعد الجلسة. هنا نسأل ما الذي يأتي به بعد هذه الجلسة؟ لأنه أعتقد أنهم نعم استشعروا. إذا تريد ما حدا يتدخل معنا. سليمان الفرنجي. زياد بارود كان آتيا ليعبر عن مرحلة جديدة من التعاطي الفرنسي، وحتى زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا أتت بعد سليمان الفرنجي في هذه النقطة. إذن بدأت تلاوة الأسماء التي تم الاقتراع لها، والبارز طبعا بطبيعة الحال بعد سليمان الفرنجي ما هو متوقع عن سليمان الفرنجي وجهاد أزعور، برز اسم سليمان الفرنجي في إحدى الأوراق. جهاد أزعور لبنان الجديد. جهاد أزعور يسجل حتى ما يغلط. سليمان فرنجي جهاد أزعور سليمان فرنجي جهاد أزعور سليمان فرنجي جهاد أزعور سليمان فرنجي جهاد أزعور لبنان الجديد جهاد أزعور سليمان فرنجي جهاد أزعور جهاد أزعور سليمان فرنجي لبنان الجديد سليمان فرنجي جهاد أزعور جهاد أزعور جهاد أزعور
لبنان الجديد، سليمان فرنجية، جهاد أزعور، سليمان فرنجية. جهاد أزعور، سليمان فرنجية. سليمان فرنجية. جهاد أزعور، سليمان فرنجية. جهاد أزعور، سليمان فرنجية. سليمان فرنجية. جهاد أزعور، سليمان فرنجية. سليمان فرنجية. جهاد أزعور، جهاد أزعور، جهاد أزعور، سليمان فرنجية. لبنان الجديد، سليمان فرنجية. سليمان فرنجية. سليمان فرنجية. جهاد أزعور، جهاد أزعور، جهاد العرب. والغاطل. جهاد أزعور، جهاد أزعور. أمانك. جهاد أزعور، جهاد أزعور. جوزيف عون. على جنب. سليمان فرنجية. سليمان فرنجية. جهاد أزعور، سليمان فرنجية. سليمان فرنجية. جهاد أزعور، سليمان فرنجية. جهاد أزعور، سليمان فرنجية. جهاد أزعور، لبنان الجديد، زياد بارود. سليمان فرنجية. جهاد أزعور، سليمان فرنجية. سليمان فرنجية. جهاد أزعور، جهاد أزعور، سليمان فرنجية. جهاد أزعور، جهاد أزعور. زياد بارود. لبنان الجديد. جهاد أزعور، جهاد أزعور. ورقة بيضاء. جهاد أزعور، جهاد أزعور. سليمان فرنجية. جهاد أزعور،
سليمان فرنجية، سليمان فرنجية، جهاد أزعور، جهاد أزعور، سليمان فرنجية، سليمان فرنجية، جهاد أزعور، لبنان الجديد، سليمان فرنجية، زياد بارود، سليمان فرنجية، جهاد أزعور، جهاد أزعور. طب انتوا راقبوا هون، راقبوا له، راقبوا هون. جهاد أزعور. سليمان فرنجية. جهاد أزعور. جهاد أزعور. سليمان فرنجية. سليمان فرنجية. جهاد أزعور. زياد بارود. سليمان فرنجية. سليمان فرنجية. سليمان فرنجية. سليمان فرنجية. زياد بارود. زياد بارود. زياد بارود. سليمان فرنجية. جهاد أزعور. جهاد أزعور. جهاد أزعور. جهاد أزعور. سليمان فرنجية. جهاد أزعور. في ورقة ناقصة بعد دولة الرئيس، في ورقة ناقصة، في ورقة بيضاء، في ورقة بيضاء، وست زياد بارود، واحدة جهاد العرب. سليمان النتيجة في ورقة ناقصة دولة الرئيس، ورقة بيضاء، في ورقة بيضاء، واحد ملغات، واحد ملغات، جهاد العرب، سليمان فرنجية واحد، سليمان فرنجية 51، جهاد أزعور 59، زياد بارود 6، لبنان الجديد 8، ورقة بيضاء 1، جوزيف عون 1، ورقة ملغات 1. 127 بيطلعوا 127 دولة الرئيس، في ورقة ناقصة، منيح اللي فيه ممثلين عن الكل موجودين هون، وإلا ما أدري شو كان صار. رجعوا عدوا. مع أنه ما كنت راضي إلياس. زياد بارود يمكن أخذ 7. ملغات، ملغات. عيدوا التصويت دولة الرئيس. اصلا وحده ما بتاثر، اصلا بتاثر 60 بتفرق عن 59 دولة الرئيس. بركة 52 7 مش 6. زياد بارود 7. زياد بارود 7. زياد بارود 7. ايه هيدي بس حتى نكون ممثليكم عم بيقروا. زياد بارود 7 مش 6. دولة الرئيس زياد بارود 6. عد 6 7 7 بس نحن عدينا 6. عدينا 6 دولة الرئيس. انا برايي نرجع نعيد التصويت.
لكن حال الوحده ما بتاثر بالنتيجه. زائد الفرز لشفافيه الجميع لازم نرجع لدستوريه الجلسه دولة الرئيس، لانه في خطا. هذا الخطا منه عادي، فيفضل يكون يعيد التصويت عن جديد. لازم مش لدستوريه الجلسه دولة الرئيس. طب بينعاد الفرز دولة الرئيس، الورق بعضهم موجودين. عيد الفرز ورقه واحده ما بتاثر بالنتيجه، بس عيدوا العد بتاثر وما عادش في نصاب. في نواب فلوا، في نواب فلوا. عيدوا العد، خلينا نعد النواب الموجودين. نرجع نعيد الوراق، ماشي جا عيد الفرز. عدوا النصاب، يلا خلينا نعد النصاب. دولة الرئيس في 128 ورقة، طلع 127، عيدوا الفرز. لا رح نرجع نعيد، يلا نعيد الفرز. عيد الفرز، نعيد الفرز بالأول. شو؟ أوراق الاقتراع موجودة، عيدوا الفرز تعملوا معروف. 81 ما حضر الجلسة. عقد مجلس النواب جلسته الأولى من العقد العادي الأول تمام الساعة. فينا نعيد الفرز، نعيد الفرز نعرف النتيجة النهائية. 14 حزيران 2023 برئاسة دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبي بري، وذلك انتخاب رئيس جمهورية. دولة الرئيس لازم ترفض هالشيء. عم نختم جلسة مش عارفين. دولة الرئيس نعيد عد الأصوات ونعيد الفرز. هيدا إذن كما نتابع في سياق هذه التغطية مشاهدينا الكرام، انتهت الجولة الأولى من التصويت بواقع 51 صوت لفرنجي، 59 أزعور، 7 لزياد بارود، 8 أصوات لورقة لبنان الجديد بطبيعة الحال هي غير محتسبة، ورقة بيضاء، ورقة ملغاة، ومرة اسم جهاد العرب. قراءتك للنتائج قبل أن نكتشف أنه الجلسة الثانية لن تعقد بحسب ما تابعنا، وبالتالي هناك انسحاب لبعض النواب، وبالتالي افقاد النصاب بواقع 43 غياب. يعني بطبيعة الحال نتيجة شبه متوقعة، يعني باستثناء أمور بسيطة، لكن كان هذا الفارق هو متوقع، ومتوقع أيضا أن يسبق جهاد أزعور اسم سليمان الفرنجية. واضح أن التوازنات لا، يعني باستثناء التقاطع على أزعور، لا تزال هي يعني ككتلتين صلبتين في مواجهة بعضهما البعض. هذا كما قلنا أنه يعكس مرحلة جديدة، يعني حصل تحريك، حصل إثبات لأن هناك قدرة على مجموعة من النواب أو من القوى السياسية أن تتوافق تطرح اسما في مقابل اسم سليمان الفرنجية، لكن من دون أن يكون لديها القدرة على الحسم بدليل تعطيل يعني أو إفقاد النصاب للدورة الثانية. نعم. فمن هنا يمكن البناء داخليا على هذه النتيجة لمعرفة ما إذا كان هناك البعض سوف يستمر بهذا الاستاتيكو، أم سيكون هناك بحث في حوارات جديدة تكسر هذا الجمود. السؤال الثاني هو القراءة الدولية والإقليمية. لو تسمح لي، لأنه كلمة النائب الحسين حش حسن عضو كتلة الوفاء للمقاومة، سنتابعها ونعود إليك أستاذ مشعل. العملية والنتائج وكل نائب أدلى بصوته، وطبعا النتيجة لم تؤدي إلى انتخاب رئيس بسبب الانقسام السياسي الحاصل بالبلد، واللي نحن من اللحظات الأولى قبل نهاية ولاية فخامة الرئيس العماد ميشيل عون كنا ولا زلنا ندعو والتفاهم. طبعا لدينا مرشحنا الذي ندعمه اليوم، واللي هو مرشح طبيعي له تاريخ السياسي، وتحالفنا معه تحالف عميق ومفهوم بالسياسة إلى أبعد الحدود. بالجانب الآخر واللي هن شركاء بالوطن، مواطنين لبنانيين، نواب زملائنا، تقاطعوا على مرشح رغم اختلافاتهم السياسية ورغم كثير مما قيل قبل سنوات وقبل أشهر عن هذا المرشح وعن خلافاتهم السياسية، تقاطعوا على مرشح بهندسة معينة. بالحقيقة بالسياسة عليها كثير من الأسئلة، لكن مارسوا حقهم الانتخابي، صوتوا
للمرشح رغم كل الضغوطات اللي سمعناها بوسائل الإعلام، وهذه هي النتيجة. لبنان يحتاج إلى انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن. أزمتنا السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية كبيرة، ولكن لبنان ليوصل لانتخاب رئيس يحتاج إلى تفاهم وطني وإلى حوار وطني حقيقي، بعيدا عن المزايدات والتهويل اللي حصل قبل في الأيام الماضية، واللي بالحقيقة والخطاب اللي كان موجود في الأيام الماضية. نحن منفتحون على كل اللبنانيين، على كل الكتل السياسية لحوار وطني حقيقي إن شاء الله يثمر، وإن شاء الله يؤدي لانتخاب رئيس للجمهورية. كملتوا المعركة الرئاسية طالما بعلامة، كملتوا المعركة الرئاسية طالما العدد هو 51 ومقابل 59، ليه ما كملتوا بالمعركة؟ أولا حقنا الدستوري عم نقوم فيه، مثل ما سمعنا من كثير من الزملاء اللي قالوا بكل وضوح إنه إذا بيوصل المرشح سليمان فرنجيه إنه حيعطلوا الجلسة، بالتالي نحن قلنا إنه هذا حق دستوري أولا. اثنين، الانقسام الحاصل يجب أن يجري الحوار على برامج سياسية وعلى اتفاقات وتفاهمات سياسية، عكس اللي حصل على المرشح المنافس واللي هن قالوا. خليني كفي جوابي إذا سمحتي. هن قالوا إنه مش متفاهمين على برامج سياسية، هن اللي تقاطعوا على المرشح الوزير جهاد أزعور، هن قالوا إنه مش متفاهمين على برامج سياسية. اسمحي لي إذا بتريد ما عم جاوبك على سؤالك وسؤالة، أهلا وسهلا فيكم. هن قالوا إنه مش متفاهمين على برنامج سياسي، يعني هن متفاهمين فقط على مرشح من دون برنامج سياسي. الحوار الذي ندعو إليه هو التفاهم الوطني على القضايا الوطنية الكبرى والسياسات الكبرى. ألا يحتاج التصويت إلى تفاهم على هذه القضايا الوطنية الكبرى؟ يعني التفاهم بس عم رشح وبعدين بنشوف. شو بتردوا على الوزير جبران باسيل يلي طلب عدم التعاون؟ والله ما عم اسمعكم مع بعض. شو بتردوا على الوزير جبران؟ حوار على اساس على بلان بي يعني ولا على فرنجيه؟ نحن بالنسبه لنا مرشحنا واضح. لما بنروح على ما خليني كفي، ما عم جاوبها على سؤالها، عم جاوبها على سؤالها. بدك جاوبها على سؤالها؟ اوكي، بسمع لك سؤالك وبجاوبك على سؤالك. تكرم عينك على راسي، ما انتم خلوني اخلص. لما بنقول حوار ما معناتها ما بيكون عنده الطرف اللي عم بيحاور مرشح. شيء طبيعي يكون عندي مرشح وقول هذا المرشح هيدا برنامجي معه، تعالوا نتحاور. يعني مطلوب انه واحد يروح على الحوار وما عنده مرشح والمقتنع فيه؟ تفضلي سؤالك لحتى اختم. عم تحكي عن توافق. طيب اول شيء هن تقاطعوا بغض النظر عن شو تقاطعوا وجابوا حقهم اكثر منكم. طيب عم تحكي عن توافق، كيف تحكي عن توافق؟ بترجع بتقول سامي فرنجي مرشحنا، ما هن مش متوافقين. رح ارجع عدلك، سالتي نفس السؤال حجاوبك نفس الجواب. نحن عندنا مرشحنا وعندنا برنامجنا السياسي، وبالتالي وهن عندهم مرشحهم وبرنامجهم السياسي، بنقعد نتحاور. يعني خيار ثالث. ما عم نحكي هذا الكلام، انت عم تسالي سؤال وانا عم جاوبك. مرشحنا سليمان فرنجيه ومستعدون للحوار على القضايا السياسيه. صار في موعد هلا انه روح على خيار ثالث. نحن مرشحنا سليمان فرنجيه، الوزير سليمان فرنجيه، ومستعدون للحوار. سؤال الأخير، شو بتردوا على الوزير جبران باسيل؟ امبارح اتهم حزب الله والثنائي الشيعي بالتدخل بكتلته. نحن ما بنتدخل بشؤون حدا، نحن بنتحاور مع كل الأصدقاء والفرقاء، وطبعا نحن والوزير باسيل حلفاء لفترة طويلة وحريصين على التفاهم. بعدكم حلفاء لفترة طويلة وحريصين على التفاهم. سؤال أخير، ليه ما نعيد اليوم؟ ليه ما جميع طالب إنه الفرز الجديد؟ ليش؟ معنى لكم إنه الفرز نحن ما كنا بالقاعة، نحن ما كنا بالقاعة، ونحن في جهة ونواب موجودين إلى جانب دولة الرئيس بري عم بيعدوا وعم يقروا الأرقام والأسماء. ما كنا بالقاعة. شكرا. أيضاً أنا بحب صارح اليوم اللبنانيين هو صار.
دستوريه. إذن كما كنا نتابع في المؤتمر الصحفي للنائب حسين حج حسن عضو كتله الوفاء للمقاومه، بالعوده اليكما استاذ ابراهيم بيرم واستاذ ميشيل ابي نجم، يعني انحسمت 51 59 هو خلص ضمناه جامدين لحساب الفريقين اللي اصبحوا ثابتين بالمشهد العام، لكن ال 18 صوت المتبقي هنا المكمن النقاش حولهم لمصلحة من سيصبون سيعززون كفة من على حساب من؟ يعني هؤلاء نحكي عنهم أستاذ ميشيل، هؤلاء الرماديين يعني اللي مش حاسمين خيارات. لو تسمح لي نعود أيضا لمؤتمر صحفي الخاص بعضو كتلة قوة اللبنانية سيدة ستريدة جعجع. 126 صوت من أصل 128، تمنينا 126 لأن الورقة الملغات عمليا كانت 127 صارت ملغية. طلبنا الرئيس بري جهاد عرب، طلبنا الرئيس نبيه بري بأنه نرجع نعيد نرجع نصوت عن أول وجديد. ما فهمنا الفرق بين جهاد عرب، هيدا غير شيء، هو احتسبها هيك، حسبها هيك الرئيس بري، حسبها هيك. إذا منجمع كل الأوراق بدون ورقة جهاد عرب بيطلع عنا 126 ورقة من أصل 128. اللي صار اليوم ما بيليق فينا، ولا بيليق بالمجلس النيابي، ولا واليوم انه يطلع الرئيس بري يقول ماشي الحال على الصوت، لا القصه منا هيك، هي جلسه غير دستوريه. طيب شو الخيار الاخر يلي رح يكون؟ هل فرنجيه مكان مفاجاه اليوم 51 صوت؟ هل وصول فرنجيه الى 51 صوت انتو شكل مفاجاه لكم وبتعتبروا انه في ناس خجلتكم؟ جويس انتو عم تاخذوا الموضوع لمحل ثاني، نحن عم ناخذ، نحن انا عم بطرح قانونية ودستورية هذه الجلسة. بغض النظر سياسياً، اليوم ما بدنا نقول بغض النظر، سياسياً فوجئتوا بال 51 صوت. بغض النظر نحن كان مفترض يرجع يصير في تصويت عن أول وجديد. الحديث عن عدم دستورية الجلسة بحسب ما سمعنا من بعض نواب تغييرين وأيضا كممثلة للقوات اللبنانية إحدى أعضائها النائب ستريدة جعجع، لكن يبقى الترم الأساسي اليوم هو في 18 صوت التي بات الجدل حولها لمن ستصب ولمصلحة أي طرف ستضع أصواتها. يعني خلاف اللي قالوا أنه كان متوقع، لكن في مفاجأة بالأصوات سواء من حيث الحجم اللي عم تحكي عنه 18 يعني كانت محسوبة بس مش هالقد، يعني 18 نائب ما بدهم يدلوا بأصوات أو على الأقل مأجلين خياراتهم أو يعني ضبابية ورمادية اللي بدك إياه سميها. الشغلة الثانية هي العدد اللي ناله أيضا سليمان فرنجية 51 كان المحسوب 46 والعدد اللي ناله حتى جهاد أزعور يعني 59 كان منحكى عن 65، وهن كانوا عم يبنوا كل يعني المنظومة التوقعات تبعوتهم على هالأساس أنه نحن منجيب 65 لدرجة بصير فائز مع وقف التنفيذ، بيجي 45 أو 44 أو حتى 46 سليمان فرنجية بينسحب أو على الأقل يعني بصير ساقط من حكم المرشحين. فلا النتائج إذا بدك كلها بحد ذاتها مخيبة للحملة اللي بدأت من فترة بعيدة وفيها حكى عنها الأستاذ الحاج حسن في تهويل. صحيح احنا صدقنا كصحفيين انه يا عمي هالقد انه بيوصلوا حتى في حكي حدا حكي 67 صحيح و 68 انحكى عن 67 صح. يعني في مفاجاه، في محاوله مثل ما قلت لك ببدايه الحديث انه بالايام القليله او بالاسابيع القليله الماضيه صار في حمله منظمه ومركزه انه لا خلصت القصه هون بتخلص سواء فاز يعني جهاد الأزعور مباشره ام لم يفز، لكن الأرقام بحد ذاتها يعني بتعطينا مرحلة جديدة عنوان العريض أنه أنتوا خلاص خلصتوا مش قادرين تجيبوا حتى عم نحكي عن فريق سليمان فرنجية. لا تغيرت المعطيات. كيف قرأت النتائج أستاذ ميشيل؟ أنا أعتقد أنا كما قلت في جواب سابق أن الهوامش الخطأ للحسابات معقولة ومنطقية، يعني كان التقدير لجهاد أزعور بين 60 و 65 يعني، وبالتالي الفرق على ورقة وهناك ورقة ملغات يعني أنا أعتقد أنه أمر بسيط، وكذلك رقم الأستاذ سليمان فرنجية أنا برأيي هذا يثبت عدم قدرة أي فريق على الحسم، وأساسا لم يكن أحد متوهما
بأن هناك فريقا واحدا يستطيع أن يحسم الأمر. كل ما هو المطلوب من هذه الجلسة أن تحرك، أن تفتح نافذة ونغير في المقاربات الرئاسية، وأعتقد أن هذا الأمر حصل. وبطبيعة الحال عندما تحصل حملات انتخابية واستقطابية أن يكون هناك يعني كل فريق مثل ما بيقولوا بشد الأمور لميلته، يعني قد ما بده يخلق جو إعلامي سياسي لكي يستقطب أصواتا أو يخلق رأيا عاما مؤيدا لهذا المرشح أو ذاك. الأخطر أن تقلب الأمور في الناحية السلبية بدلالات ونتائج هذه الجلسة، أنه الإصرار كل من الفريقين على مرشح والإصرار على هذا الستاتيكو المعين سوف يؤدي إلى إطالة أمد الفراغ بطبيعة الحال وإلى ازدياد حدة الضغوط الدولية والإقليمية. صحيح. نحن نعلم أن التسوية الإقليمية والتسوية السعودية الإيرانية لم تصل إلى نهاياتها وإلى مآلاتها اللبنانية وتحتاج إلى مزيد من الترجمة كيف سيبقى، فبالتالي كيف سيبقى لبنان في هذه الحالة من التشتت ومن الضياع. شكرا. لكن سوف تكون هناك بالتأكيد مرحلة جديدة بعد هذه الجلسة. شكرا جزيلا مشعل أبو نجم الصحفي والكاتب في الشؤون السياسية، وأيضا شكرا لك الأستاذ إبراهيم بيرم الكاتب والمحلل السياسي، ويبقى الشكر الأكبر لكم سادة المشاهدين لطيب المتابعة. هذه التغطية انتهت ومعها فشل المجلس النواب اللبناني بانتخاب رئيس بعد 12 جلسة. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.